سمير، صباح الخير. اهلا بحضرتك. يعني دكتور سمير، زي ما كنت بقول كده، الجو كان مرتفع جدا، درجه الحراره مرتفعه، وده سبب عند ناس كتير جدا مشاكل، فخلينا نطمن من حضرتك برضو. كل سنه وانتم طيبين. طبعا الحر السنه دي بسم الله ما شاء الله يعني عامل دخله جامده وهجوم شديد جدا جدا، والمفروض ان احنا يبقى كان في نوع من الاستعداد شويه نتيجه ان هو طبعا في ارهاصات في الحراره موجوده عبر السنين اللي فاتت، ان كل سنه الطقس بيزداد دراوه والحراره بتزيد، والصيف السنه دي صيف يعني عنيف جدا جدا، الحراره من قبل رمضان متصله في الارتفاع، فاصبح في عندنا مشاكل في عدم التكيف مع الحراره واصابات كثيره من الناس بانه يبقى في عندها حاجه اسمها ضربات شمس او اختناق او ازمات صدريه او ازمات قلبيه او الاجهاد الحراري او ضربه الشمس العنيفه، وخصوصا مع الناس المسنين والاطفال والناس اللي عندها امراض مزمنه. طبعا دي مشكله عملت لنا وضع صحي قلق، وبرضه مش مظبوط، لان في حالات اندفاع كتيره ناحيه المستشفيات والاطباء عشان في ارتفاع في الحراره لا يمكن السيطره عليه بسهوله زي ما كان بيتسيطر عليه قبل كده في الماضي. ليه؟ لانه الحراره العاديه مع الامراض العاديه بتستجيب للادويه والنظام الممنهج لما يكون الجو اللي موجود جو طبيعي، لكن لما يكون في رطوبه عاليه زي الايام دي وفي حالات اختناق موجوده وفي حالات احتباس حراري زي ما في الكره الارضيه بتحصل برضه عند الانسان نفسه، بمعنى ان نزول الحراره الطبيعي بيبقى متاخر وبيبقى مش يعني مش ما ما هواش في المده المحسوبه المعقوله، ده كله بيؤدي الى انه يبقى في عندي حراره مضطربه عند البشر الموجودين المصريين بالذات، وبيحصل معاها اصابات في المخ، ممكن يحصل معاها اعاقه في المخ، ممكن يحصل تدمير لمراكز المخ، ممكن يكون في وفاه زي ما حصل في بعض الحالات. بالظبط، وده حصل. نعم. فهنا طبعا هو احنا في وضع دلوقتي يعتبر طبيا وصحيا ومناخيا جديد على مصر بشكل غير مسبوق، نقدر نقول ان احنا تقريبا هذا الصيف زي شبه الجزيره العربيه بالظبط وزي دول الخليج، من ناحيه انه الحراره فيها خطوره شديده اذا ما كانش الناس عندهم الوعي الصحي للتعامل مع هذا الوضع، اذا ما كانتش الدوله عندها الاجراءات اللازمه علشان تظبط مواعيد العمل، اذا كان المستشفيات الاطباء اللي فيها ما عندهمش الخبره الكافيه عشان يتعاملوا بشكل ممنهج مع هذه الحاله الصحيه الطارئه، بينتج عنها مشاكل. طب دكتور، يعني نقدر نقول ان المشاكل اللي واجهناها او اللي شفناها في الفتره السابقه ده بياكد لنا ان احنا برضو عندنا المشاكل اللي حضرتك ذكرتها دي، احنا ما عندناش استعدادات الى حد كبير؟ استعدادات علميه. بمعنى انه معظم الاطباء ما عندهمش فكره ازاي يتعاملوا مع ضربات الحراره، ازاي يتعاملوا مع الحراره.